شباب فقدت رغبتي في بيس 21 للأمانة، ما أعتقد إني أوصل والله العظيم، زادة وزادة وكنامي يعني حرام، إديشن إديشنات قاعدين نخسر، نفتح كوينز نخسر فلوس على على الباكيجات وآخرتها يجيك غشاش بكل راح أنت تلعب بشرف هو يجي ياخذ جهدك. لا والله ما أقبلها، والله ما أقبلها. 98 من ريشيو، طار الوين ستريك كم عنده؟ والله حرام حرام اللعبة، حرام اللعبة مخلتهم في التصنيف هذا، هذا أطيرة والله أطيرة من التصنيف. أنا الأول في اللعبة ما عندي هالوين ستريك، ما عندي وين ستريكي 46، هذا طلعت الروح، طلعت الروح. حسيت روحي مخنوق، ما أقدر أفوز يعني، ما أقدر أفوز أكثر من 46، حاولت إني أوصل أكثر عجزت. شباب امس فصل علي النت مرتين والله حسابي، كان عندي وين ستريك 31 خسر مرتين علي، فصل مرتين سامح. شباب تسمعوني واضح؟ صوتي واضح أو ضعيف؟ باس ليفل، باس ليفل 1
عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا شباب، هلا هاشم، هلا دكتور جيم، هلا حسين، هلا بيكم. شباب، فقدت رغبتي في بيس 21 للأمانة، ما أعتقد إني أوصل. يمكن بتشوفوني في اليوم ألعب بس اللي في البث، يعني 3 ساعات، من الساعة 12 إلى الساعة 3 العصر بوقف اللعب. هسه أنا ما عندي أي رغبة في اللعبة، الغشاشين كثروا في اللعبة، وأنا كرهت اللعبة خلاص. انا اعلنها من الحين، وانا المركز الاول اهدي الصداره حق الكل. راح العب فقط للمتعه كل يوم 3 ساعات وطفي السوني بس، وراح العب اكثر وراح اضغط نفسي. الشركه ما قاعده تقدرنا، ما قاعده تشيل الغشاشين، ليش اتعب نفسي يعني. ابسط شيء ابديت قلع كل الغشاشين، شيلهم. ليش كل واحد عنده ستريك 200 في التوب رانكينج الحين؟ انا نفسي كان العب من دون رغبه والله، وقاعد افكر، ترى امس قاعد افكر اني اترك اللعبه وامسح فريقي، امسح فريقي وامسح الحساب بعد، واعلن اعتزالي بيس 21. لان الغشاشين مسخت يعني، والله العظيم زاده وزاده. وكنامي يعني حرام، اديشنات قاعدين نخسر، نفتح كوينز نخسر فلوس على الباكيجات واثرتها. يجيك غشاش بكل راحة انت تلعب بشرف هو يجي ياخذ جهدك؟ لا والله ما اقبلها، والله ما اقبلها. انا واحد عن نفسي ما اقبلها، اخسر فلوس من عندي واخرتها العب بشرف يجيني واحد ياخذ جهدي؟ لا والله ما بمسحها. بس قلت لكم في اليوم يعني احدكم بتشوفوني 3 ساعات في البث كل يوم، وهذه الـ3 ساعات ما راح العب غيرها يعني. يعني بس اللي العبها العبها، يعني مو نفس اول. اذا ما العب زين اعوض في الليل، لا خلاص الحين راح العب 3 hours شباب بس. I will just play every day 3 hours then I will stop. الغشاشين زادوا يعني، احب اراويكم بكمل الجيم شباب، بدخل على الليدر بورد وراويكم شغله، بس خليكم تقولون كلام فاضي من حقه انه يترك اللعبه. كونامي نايمة في سبات عميق، ما قاعدة تفتكر. لعبة انتهت، قاعدين يغشون، قاعدين يتلاعبون في النتائج، ما قاعدة كونامي تفتكر في هالشغلة. زين الناس تخسر كوينز، قدرهم، تخسر فلوس يعني، حرام ما تعطيهم جهدهم. ما ياخذون كلامك زبلتون، ما راح ياخذون كلامك. انا عندي فيديو على المركز الثاني في اللعبه، الاول في اللعبه كان، نزلت على مقطع في اليوتيوب وللامانه ما اعطوني اي اهميه. هاي برو، ويلكم تركيش، ويلكم. شوف دكتور جيم، من ضعافتها اللعب السنه اللي طافت خذيت المركز الاول برقم، كسرت السيستم مالهم 9999. الشركة ما أعطتني أي شيء، هذا واحدة. الشيء الثاني ما قاعد تفتكر في الغشاشين. الشيء الثالث ما قاعد تفتكر في الجيم بلاي. بالضبط يطلع لك ان لا، هو اذا تدخل تويتر يطلع لك لاعب قوي
تسوي تغريدة تقول لهم إنه طلع لي لاعب شكرا كونامي يردون عليه، تكتب شكوى ما يردون عليه، همهم الفلوس بس. البلوك، سمارت بلوك، انا اسميه هذا سمارت بلوك، دائما الكرة ترتطم في اللاعب، يعني بيمديك تصدها. يعني خلاص قلت لكم بيس 21 انتهت رسميا. ما فتحت والله العظيم، ما عندي حتى رغبة اني افتح، ما بيخسر، ما فتحت ولا باكج هالاسبوع. ما خسرت على الجيبي، ما يستاهلون. هاي سبيد مبابي، هاي برو، ويلكم. الشهر الجاي شهر 12 في بطولة بحاول اشارك فيها. I'm happy with this manager Gasperini. ميلان بيتوكوفيج، I'm playing in monitor.
بصالها شكله طلع من اللعبة.